السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون جينا نحكوا على توقيت المباراه غدوه ان شاء الله اللي راح تلعب، ونحكوا ثاني على واسمو التشكيله المثاليه اللي راني حاب نشوفها انايا، والتشكيله المتوقعه اللي ممكن يدخل بها بيتكوفيتش، والخطط اللي ممكن راح يلعب بهم. هل راح يلعب 3 4 3؟ هل راح يلعب 4 3 3؟ هل راح يلعب 4 2 3 1؟ انا نظن باللي 3 4 3 ما راحش يلعب بها نهائيا. بون عندنا مباراة غدوة إن شاء الله كما راكم تشوفوا لهنايا على 5 بتوقيت الجزائر، القنوات الناقلة كاين الأرضية اللي تنقلها وبيان سبورت. وكما عودناكم خاوتي قبل المباراة كي تخرج التشكيلة ندير فيديو على التشكيلة، نعطي رأيي في كما قلوا في التشكيلة الأساسية، ونعطي لكم روابط باش نشوفوا المباراة. بالتوفيق إن شاء الله غدوة للمنتخب الوطني الجزائري ضد ليبيريا. بون زروقي خارج تماما عن القائمه، لان خلاص راه راح للنادي تاعو كما راكم تشوفوا البيان تاع الاتحاديه، يعني باش ما ندخلوش قال لك تصفيه كاس طاطا بسبب تراكم البطاقات وغيابه عن المباراه المقبله للمنتخب الوطني ضد ليبيريا هذا الاحد. قرر الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش اعفاء لاعب الوسط رامي الزروقي من التربص صباح هذا السبت ليعود الى ناديهم، بعد يبداو يهضروا على المباراه تاع غدوه. بون زروقي ما كانش في القائمه نهائيا، وموت بالسعاده يا بن شيخ، وموت بالسعاده يا قناه النهار. بون كي نعاودوا نولوا للتشكيله نلقاو باللي عندنا مشكل بغياب زروقي، دونك نقول لكم علاش، نعطي لكم التشكيله اللي ممكن يلعب بها بيتكوفيتش. بون خاوتي التشكيله الاولانيه اللي نظن انا باللي بيتكوفيتش ما راحش يلعب ب 3 4 3، بيتكوفيتش راح يلعب سواء بخطة 4 3 3 أو بخطة 4 2 3 1، هادو هما الأقرب جدا 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 اللي راح يلعب، وحدة من الزوج ما كان لا ثالثة لهما. وكي نقولوا 4 3 2 1 4 2 3 1 هذه خطة تتحول كثير خطة تكلمنا عليها ديجا، تتحول إلى 4 4 2، تتحول إلى واسمها 4 3 3، تتحول إلى 4 1 4 1، هي خطة بصح تتحول في المباراة، وهذه الخطة تحتاج إلى مركزية دوك نتكلموا عليها. الأولانية اللي راح نبداو بها أنه يلعب بالخطة 4 3 3 4 3 3، أنا نظن على حسب واش راني نشوف في بيتكوفيتش، نظن انه راح يلعب ماندريا، والجهه اليمنى راح يلعب عطال، وفي وسط الميدان ما عندكش يعني رامي بن سبعين التبليسه، ما على باليش اسكي يقدر يلعب المباراه ولا لا، قال لك لي نحس الام في الركبه، اذا لعب رامي بن سبعيني راح يدير ماندي ورامي بن سبعيني، اذا ما لعبش رامي بن سبعيني فراح يدير مداني وماندي. والجهه الظهير الايسر، الظهير الايسر راح يحط حجام، اذا حجام راه واجد، اذا راه واجد 100% حجام راح يحط حجام، ما راحش يحط اي تنوري، واذا كان حجام لان شفناه اخر مباراه مع النادي تاعو كان مبليسي، يعني خرج مبليسي اسك النادي يكذب ولا لا، فراح يحط اي تنوري اذا كان سبب اصابه ولا ما راهوش واجد واسمو حجام، فراح يحط اي تنوري، انا اذا كان حجام 100% راح يحط حجام. عندك في وسط الميدان راح يحط عبد اللي كيما راكم تشوفوا لهنايا، هي عبد اللي يكون متقدم ماشي هو السونتينيل، او ممكن يديروا سونتينيل يعني في غياب زروقي، هذا واش حبيت نقول، يعني في غياب زروقي دوكا عندنا مشكل، لان عبد اللي ما راهوش سونتينيل، قندوز ما راهوش سونتينيل، واسمو وشايبي ما راهوش سونتينيل، وحتى هادو وسط الميدان اللي عندنا راني نحكي لك عليهم، وقندوز ما راهوش سونتينيل، يعني دوك الوحيد اللي كان يلعب سونتينيل في المنتخب الوطني الجزائري تراكمت عليه واسمو وراح، يعني هنا راح نحطوا لاعب ماشي في البوست تاعو، رغم انه الزروقي ماشي في البوست تاعو، ولكن رانا نقولوا الزروقي انه عده سنوات هو يلعب سونتينيل في المنتخب، هذا واش حبينا نوصلوا ليها. راح يحط عبد اللي ممكن سونتينيل، راح يحط قندوز باش يتقدم، وراح يحط شايبي وسط الميدان، نظن اذا ما حطش شايبي راح يحط زرقان، هكذا راح يحط الجهه اليمنى بلاصه رياض محرز، راح يحط بنزيه، راح يحط بن رحمه اللي اساسي كل المباريات، وراح يحط عمورة راس حربه كيما الماتش اللي فات، واذا ما حطش عمورة راس حربه فراح يحط بونجاح ويخلي عمورة في دكه البدلاء. يعني هنا تحير، يعني كيفاش سعيد بن رحمه يلعب اساسي وعموره، دوك نشوفوا على كل حال. اما التشكيله تاعي انا اللي راني نتمناها لو كان يلعب باريزو بالخطه 4 3 3، نتمنى انه يخلي اوكيجا، يعني دوك ما نقعدوش كل ماتش نبدلوا حارس، لاننا داخلين على تصفيه كاس العالم، ومنتخبات في العالم كاع عندهم كيما نقولوا حارس مرمى اساسي، حارس مرمى ما يتبدلش، يتبدل غير في المباريات الوديه قليل، ولا يخرج ويخلي بديل، ولا
عالم كامل هما برا بحراس المرمى ويوصلوا حتى 40 42 سنه وما يقعدوش يبدلهم بالصيف حتى تتحتم عليهم. يعني الحارس المرمى ما تلاعبش، هذه مليار بالمئه الحارس المرمى لعب اوكيجا قدم مباراه مليحه نخلو اوكيجا. انا من هذه وجهه نظر، لو كان يدير مندريات سما هذا بيتكوفيتش راه يطرش برك. هكذا الجهه اليمنى حطيت فارسي. علاش نحط فارسي؟ لان فارسي عطال ما راهوش يلعب مع النادي تاعو، راهو يلعب غير دوري ابطال اسيا هذيك، لان مازال ما راهوش مؤهل باش يلعب في الدوري القطري، وزيد كان اصابه وزيد لعب غير 45 دقيقه مع النادي تاعو. يعني حتى فارسي هو المستقبل، نعطوا له فرصه فارسي، خلوه فارسي نعطوا له فرصه باش يعوض. يعني دوك ما جبناش وسمو، ما جبناش فايزر، ما خلي فارسي هكذا ولا لا؟ لا عندك بديب وسمو ما كانش، عندك ماندي وعندك مداني، نديرهم مداني قدم مباراة مليحة بيكون صراحة كي دخل بديب، نخلو ماندي ونخلو مداني وماندي. عندك الجهة لهنايا أنا راني ندير حجام كيما بيتكوفيتش، إذا كان حجام ما راهوش واجد ندير أي تنوري. عندك في وسط الميدان ما عندكش المشكلة، ما عندكش فالزرقان راح تقول لي زرقان ما راهوش يقدم، نقول لك الله غالب، ما عندكش، ما كاش وسط الميدان كاع مبليسيين، عوار مبليسي، مازا مبليسي، بوداوي مبليسي، بن طالب، بن ناصر، وسط الميدان رانا خمسه، وزيد زروقي راهو كيما نقولوا راهو ما يقدرش يلعب، ممنوع عليه، لان تراكم يعني عندنا خمسه وسط ميدان اللي مضارين في المنتخب ما كانشهم، يعني راك في حصله، راك فاهم كيفاش؟ ف ندير زرقان انا يلاه غالب محد ما كانش. عندك قندوز منا وعندك عبد اللي في وسط الميدان، قندوز وعبد اللي يتقدموا وزرقان كيما نقولوا راح يكون سونتينال. هذا ولا لا؟ نجي ندير الجهه اليمنى انا شايبي، ما نخلط ما بنزيه ما والو، شايبي بنزيه خلاص نعرفوه ما راهوش يقدم، رياض محرز نعرفوه ما راهوش يقدم، نديرو شايبي يا اخي العزيز. وين راه المشكل؟ شايبي مضى يلعب على الاجنحه ولعب عده مرات على الجناح الايمن، سواء مع المنتخب، سواء مع النادي تاعو تولوز، سواء مع النادي تاعو اسمه انتراخ فرانكفورت، نديروه في بلاصه رياض محرز. لو كان باريز بحاج موسى راح نحط حاج موسى، راك شايف كيفاش؟ عندك الجهة اليمنى نحط الجناح الأيمن عمورة، وعندك شياخة، أنا نحط شياخة هذا ما كان، نعطي له فرصة تاعو تفيل هدايا، هذه في الخطة 4-3-3 وأعطوا لي رأيكم من حقكم كاع في التعليقات، قال أنا شفت الخطة هذه اللي تنجح وهم لك اللاعبين الأسماء، يعني كل واحد هذه كما نقولوا وجهة نظر، كل واحد الأمنية تاعو واش يشوف في المباراة هذه. نجوا للخطة الثانية وهي 4-2-3-1، هذه الخطة اللي ممكن 100% يدخل بها، هي 4-3 حتى هذه تدخل فيها 4-3-3 كيما قلت لكم، تتحول بلا ما نعاودوا الهضرة. عندك راح يحط ماندريا، عندك راح يحط ماندي وراح يحط ماداني، حجام وايتنوري هو راح يحط حجام، راك شايف كيفاش؟ إذا كان حجام ما يقدرش فراح يحط ايتنوري، راح يحط الجهة من عطال. عندك راح يحط في وسط الميدان راح يحط قندوز وزرقان كيما نقولوا الزوج، هنا يولي المثلث مقلوب، يعني وسط الميدان كيكون من ذاك يكون عندك واحد سونتيلال وزوج لاعبين يتقدموا، هنا لا عندك زوج لاعبين كيما نقولوا في وسط الميدان تقريبا كان سونتيلال وعندك واحد يتقدم، وهذا لا يمنع انه الزوج الاخرين ثاني يتقدموا. صح هنا تلعب كيما نقولوا بصانع العاب، عبد اللي راح يكون كصانع العاب. عندك راح يحط منا بنزية، راح يحط بن رحمة لا رجعة عليه، وراح يحط منا عمورة أو بونجاه، هذه الخطة الأسماء اللي راني نعتقد أنه بيتكوفيتش ممكن يدخل بهم. أما الأسماء أنا اللي راح نديرهم أنايا، نحط أوكيجا كما قلت لكم لا نقاش فيها، عندي ماندي مداني، عندي حجام أيتنوري واحد من الزوج، نتفضل حجام ولو كان يكون حجام ماهوش واجد يدخل أيتنوري. عندك فارسي تكلمنا فارسي نعطوا له فرصة نخلوه، عندك قندوز وعندك زرقان هما كيما اللي توقعتها لبيتكوفيتش. عندك عبد اللي هو اللي متقدم كيما نقولوا المثلث الى الامام، عندك منا شايبي وعندك عموره وعندك شياخه. هنا وين وين هنايا؟ هنا اذا كان شياخه ما راهوش حايب يدخله في الشوط الاول، واش عندك يديروا في الشوط الثاني؟ بصح ما يدخلش بونجح، يدخل قويري، لان الخطه هذه 4-2-3-1 هذه تتحول الى 4-3-3 وتتحول الى 4-1-4-1 وزيد اغلبيه تتحول الى 4-4-2. يعني عموره حتى وتقول لي باريزون بقويري ما راهوش راس حربه صريح، بصح هذه يعيطوا لها لعبنا بها ديجا مع الراس الاخضر بنفس الطريقه، وكان عموره جناح
وغويري كان تقريبا كراس حربه ودرنا حاله ربحنا واقل بخمسه هذاك الماتش لا تشوفوا 5-1 ولا شبعنا اهداف ومباراه ممتعه وفيها اللامركزيه. واش معناتها اللامركزيه؟ لان كي تتحول 4-4-2 يولوا عندك زوج شكون هما عموره وغويري، راك شايف كيفاه؟ قويري من داك يتحول على الجهه اليمنى وعموره يدخل كيما نقولوا مهاجم مهمي، وعندك نفس الشيء بالنسبه لعمو القويري، قويري يدخل واسمه عموره يدخل للوسط، قويري يدخل كمهاجم مهمي وعموره يدخل على الجناح. اما تقدر تكون تانيك بشياخه تساعدك بزاف، لماذا؟ لان كي تتحول 4-1 فشياخه هو يكون الراس حربه، وكي تتحول 4-4-2 فعندك عموره وعندك شياخه، شياخه يكون المتقدم وعموره اللي يكون كما نقولوا فوناف. هذه هي انا نظن التشكيله، انا هذه بالنسبه لي التشكيله المثالية. لو كان كانوا لاعبين واحد اخرين مازن حط مازا، لو كان كان باريزومبل واسمه حاج موسى كنت راح نحط حاج موسى. شايبي تقدر ما تحطوش كجناح، تحطو وسط ميدان في بلاصه زرقان، او تحطو في بلاصه قندوز، وتحط باريزوب من الجهه اليمنى رياض محرز. ما كانش لو كان كاين لاعبين لو كان حطو بنزيه يا خوتي ماشي بوست تاعو. انا هذه هي التشكيله اللي راني متوقع بيتكوفيتش يدخل بها، ما راني درت لكم زوج خطط والوسمو التشكيله اللي راني ناويها. شيخه انا نتمنى غدوه يدخل اساسي. نقول لكم علاش، لان ليبيريا في بلادهم ما لعبناش بالاساسي، لا تشفوا بن ناصر واسمو حسام عوار رياض محرز بداعي الاصابه وكذا، رحنا لعبنا لهم بايكيب الدوزيام في بلادهم، هبناهم بالون وعلى الطارطون لا تشفوا يعني العشب الاصطناعي، لعبنا كره جميله وهبناهم بالون وربحناهم 3-0. وش بالك في بلادنا؟ على هذيك يعني مباراة راهي سهلة جدا، بوم ما تقدرش تعرف، يقدروا تقدر تخسر، ما تكونش في نهارك تقدر تخسر، تقدر دير تعادل، ولكن بالنسبة انه في بلادهم ربحناهم 3-0 بلاعبين جدد جدد لا تشفاو. في بلادنا نورمال سهلين يعني، نعطي للشياخة. انا ماذا بيا غدوة ان شاء الله بحول الله عز وجل نشوف شيخة. اعطوني رأيكم في التعليقات في التشكيلة تاع بيتكوفيتش والتشكيلة تاعي والخطط اللي مناسبة، اعطوني رأيكم انتم في التشكيلة اللي تحبوها والاسماء اللي راكم حابين تشوفوهم في التشكيلة الاساسية. ما نطولش عليكم خاوتي، نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.